بنسلفانيا وجورجيا كانوا هم سبب الخلاف في الانتخابات السابقة يعني الأخيرة يعني في 2020. يعني يمكن ترامب كان يقاضى في جورجيا للزعم المحقق العام أنه تحاول التدخل في الانتخابات في جورجيا لإيجاد 11 ألف صوت عشان ينجح بالانتخابات. وطبعا بنسلفانيا كان لها عامل كبير جدا يعني. بالتأكيد. والآن نجد أيضا موضوع ويسكونسن وميشيغان أيضا سيكون لهما دور أساسي، والسبب في ذلك هو أيضا أنه دخل على الخط وحتى بنسلفانيا يعني مجددا هناك مشكلتان تواجهان ترامب في هذه الولايات. المشكلة الأولى وهاريس يعني المشكلة للطرفين، مشكلة ترامب أنه تم الإساءة إلى البورتوريكيين يعني من بورتوريكو الأمريكية وهم من أصول لاتينية، عندما كان في مهرجان انتخابي ضخم في نيويورك تم الإهانة لهم والقول بأنه هي جزيرة من النفايات، وطبعا كان هناك ردة فعل سلبية وانتقاد شديد، ويوجد أصوات موزعة للبورتوريكيين موزعين بعدة ولايات بما فيهم بنسلفانيا وبأعداد كبيرة، وبالتالي هذا سيجعل أن التوجه للناخبين من أصول لاتينية يتأخرون يترددون في تأييد ترامب، رغم أنه كان هناك مستوى من التأييد غير متوقع لهم. الأمر الآخر بالنسبة لهاريس أنه الأصوات التي تحتج على إدارة بايدن وهاريس في حرب غزة وتعتبرها أن حرب إبادة، والآن في لبنان أيضا هم ممتنعون عن التصويت وتحاول جاهدة أن استقطابهم والقول بأنه التصويت لترامب وهذا التصويت سيكون لشخص عنصري يرغب في طرد المسلمين والعرب. يعني